هذا في الدنيا وين؟ مش ها بربوا عليها خيل هذه بربوا عليها بقر عجوز هون 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 بمصصوهم ضل شيء في 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 معهم جابها انو اللي جابهم ابو ابراهيم آه. من الشمال من عند بعرف شو معرب اليهود هذا مربع عالفاضي كيف خلاص شبع هذاك هو اكثر واحد بيستفيد هدول مايل عليهم هاي اللي هم يشربوا هذاك اخذوا بيستمعوا فيش في عاد هذاك وهذا خفيف اللي انت بدك نشرب هذول خفيف ولك من هون هاي هون شو بدك فيه ما هو فيهوش مش مشكلة لا تلوش خلص فاضيين فاضيين تتشل لحالك التنين البيض هذول خلص غير هذا الابيض خلص ولا البلاش سكتوا هيك شو غير هذا الابيض بس مش لاقي بدي خلصه نص بطين هذا شبع هذا طلع بطلع كرشه هذا عرس هذا اكثر واحد هو عرس اكبر واحد مبين ترى هذا كيف بزق عشان كل الحليب يطيح عنده خلص خلص بدوروا فيها عشان تقدر لهم